لذلك يجد المدرب جيرتس صعوبة كبيرة في تشكيل الخط الدفاعي للمنتخب المغربي، إضافة إلى غيابات أخرى. نذكر أن الحمداوي غائب، نذكر أن مهدي كارسيلا الذي كان يتمنى جيرتس أن يكون في هذه المباراة، ولكن للأسف الإصابة سبقت تمنيات جيرتس، لأنه لاعب كبير ومؤثر وقوي، وهو كان شاهده في بلجيكا عندما أصيب. فطبعا غيابات مؤثرة في المنتخب المغربي، أقول أن الحالة تشبه حالة المنتخب الجزائري في المباراة الأولى بعنبة. نعم، هذا بالنسبة للمنتخب المغربي والغيابات الكثيرة بالدفاع المغربي. اليوم جمال، اليوم المنتخب الوطني يجري آخر حصة تدريبية بالملعب الرئيسي، ربما للتعرف أكثر على أرضية الميدان، وفي حصة أخيرة جمال. تماما توفيق، أضيف فقط بأن أيضا هناك إصابة ولكن تبدو خفيفة بالنسبة للمنتخب المغربي، يتعلق الأمر بالمهاجم بوصفة، يوم أمس كان عانى من إصابة ويقال بأنها خفيفة أو ربما لن يكون أساسيا، هذا احتمال مطروح، تحوم شكوك حول مشاركة بوصفة كأساسي في المباراة. بالنسبة للمنتخب الجزائري كل شيء على ما يرام، الحمد لله، نقول أن الإصابات غير موجودة اليوم. فقط صباحا كنت مع طبيب فريق المنتخب الوطني الجزائري وأكد لي بأن لا إصابات في تشكيلة أو في صفوف المنتخب الوطني الجزائري يوم أمس. طبعا كان جبور قد شارك في الحصة التدريبية ولكن منفردا، فطبعا التساؤل كان مطروحا، لماذا شارك في الحصة التدريبية منفردا وليس مع المجموعة؟ فقيل بأن جبور فقط من أجل استعادة لياقته البدنية كان يعاني من إصابة خفيفة، وهو تعافى وأصبح قادرا على المشاركة. يتعلق طبعا، ننتظر ذلك ربما بالنسبة لاختيارات المدرب كيف ستكون من ناحية المعنوية، معنويات المنتخب الجزائري والعناصر الوطنية ممتازة، حالة من الهدوء من طمأنينة، راحة البال، النظر إلى المباراة بتفاؤل وبأمل كبير، هناك إصرار، هناك عزيمة لتحقيق والعودة بنتيجة إيجابية ومرضية للمنتخب الوطني الجزائري الذي سيجري اليوم كما قلت توفيق حصة تدريبية ثانية بالملعب الرئيسي. يعني اليوم سيتعرف المنتخب الجزائري على الأرضية، أرضية ميدان ملعب مراكش الجديد، وهي أرضية ممتازة وحتما ستعجب العناصر الوطنية بالأرضية التي ستقام عليها المباراة. حصة مغلقة أمام الصحافة تفاديا طبعا للضغوطات وكذلك للأسئلة ومن أجل الارتياح النفسي والابتعاد عن الحمولات النفسية الزائدة في مثل هذه المباراة. سيبدعون جمال إن شاء الله، جمال سيبدعون. تحدث عن جبور، لكن بعض الأخبار، شارع الجزائري هنا في الجزائر يتحدث عن قديورة، ربما إصابة خفيفة، هل تؤكد هذا الخبر أم تنفيه؟ لا، هو نفس الشيء بالنسبة لجبور وكذلك قديورة. نعم، الحال سيان منطبق تماما على اللاعبين. الحمد لله. وكيف ترى جمال بالنسبة للتشكيلة الجزائرية، جاهزة لمواجهة المغرب غدا والفوز بإذن الله، حسب رأيك أنت كصحفي هناك متواجد بالمغرب أمام أو بجانب التشكيلة الجزائرية؟ تريد توفيق، تريد الحصول على التشكيلة مجانا؟ لا جمال، طيب يعني توقعات بالنسبة، أقول بنسبة 95% تقريبا. يوم الصباح كنت مع المدرب والناخب الوطني السيد عبد الحق بن شيخة، ولكن رفض أن يكشف عن أوراقه كاملة، ودائما هناك بعض السرية فيما يتعلق بمنصب أو منصبين لحد الآن، وكان صريحا قال لم أختار لحد الآن منصب في الهجوم وآخر في وسط الدفاع، ولكن عموما أو إجمالا أقول بأن مبولحي سيكون في الحراسة، مصطفى مهدي على اليمين، مصباح جمال على اليسار، طبعا برج المراقبة سيكون مشكل من الثنائي عنتر يحيى وبوقرة، الحسن والمشية هذا اختيار ربما الأمثل بالنسبة للمدرب عبد الحق بن شيخة ليكون في الاسترجاع، يبدأ أيضا حاضر زياني يعود إلى تشكيلة المنتخب الجزائري وسيكون حاضرا، قدير موجود ولكن على الجهة اليمنى، طبعا ليس في الدفاع ولكن تقريبا في الرواق الأيمن بين الوسط والدفاع، قلب الهجوم هنا الإشكالية توفيق،
من سيكون في منصب قلب الهجوم؟ هل هو جبور؟ هل هو مطمور؟ لحد الآن لم نتمكن من معرفة الحقيقة ومعرفة من سيكون قلب هجوم المنتخب الوطني الجزائري يوم غد إن شاء الله أمام المنتخب المغربي في مباراة نتمنى أن تكون كبيرة. وتبقى لا ويبقى التساؤل مطروح امامك جمال. نعم جمال ابقى معنا، لكن قبل ان نفترق ولو للحظات، كيف هو المناخ هناك بمراكش بعدما تحدثت الاخبار عن ارتفاع درجه الحراره؟ بالنسبه للاعبي الجزائر التشكيله مكتمله، بالنسبه للمناخ دائما ما يؤثر على اداء اللاعبين. والله المناخ والطقس غير لا يشكل مشكلة أعتقد توفيق، لأنه صحيح في النهار تكون درجة الحرارة مرتفعة نوعا ما بين 28 درجة إلى 33 34 درجة، ولكن ليلا الجو يكون لطيفا وتنخفض درجة الحرارة إلى حوالي 19 و20 درجة إلى 18 درجة. مثلا التوقعات تقول يوم غد إن شاء الله السبت تكون درجة الحرارة نهارا 28 الى 30 درجة، ومساء في حدود يعني الساعة 9 مثلا وعند ضربة البداية للمباراة تكون درجة الحرارة عند 19 او 19 درجة الحرارة. يعني ممكن جدا الجو لطيف زائد الهواء الجميل الذي يهب على مراكش ليلا، فهذا يساعد ايضا اللاعبين والفريقين، والرطوبة ليست مرتفعة فهي في حدود 50%. شيء جميل. جمال ابقى معنا، سنعود لك بعد قليل بعد مشاهدة بعض الأصداء التي جاءتنا من مارسيليا وأبناء المهجر وما يفعلونه وما يقدمونه من دافع معنوي للعناصر الوطنية ولو من بعيد. هذه الأصداء من مارسيليا رصدها لنا التلفزيون الجزائري من هناك، نشاهد ثم نعود إلى البلاطو. أعزائنا المشاهدين، منتخب الجزائر ربي ينصر ان شاء الله. ان شاء الله كي غاني فوالا وني توس افيك لو. نطلبوا النصر للالجيري ان شاء الله. نو سيبورتون الالجيري 200% كل الجيري غاني باسكو نو سوم لا افيك لي الجيريان اون ترافاي افيك او اي سون جانتي افيك نو اي نو سوم دي فرير اي سور. نتمنى ان شاء الله الفريق تاعنا تكون نتيجه تري بون ان شاء الله بربي ان شاء الله. ان شاء الله يكون سكور دو ان. والله نتمنوا المباراه تكون تدوز بخير وعلى خير، يدوزوا ان شاء الله يلعبوا مليح بجوجهم. تكون مباراه في القمه بين فريق المغربي وفريق الجزائري ان شاء الله، والميور كيغاني ان شاء الله. ان شاء الله تكون مباراه روح رياضيه و بيان سور بيان سور نستناو فيها بفارغ الصبر كاع. الاجواء لهنا راهي على كل حال سخونه كما تشوف لو كرام الشعب كامل يعني الجزائري او المغربي يستناو في هذه المقابله. هذا الماتش ان شاء الله رانا نتمنين بشوق نقارعوا فيه، وان شاء الله نتمنوا الجزائريين تاوعنا ان شاء الله يدوها ان شاء الله بالمقابله هذه لسان يتقرب لبعضها بين المغرب والجزائر. نتمنى ان شاء الله تكون مباراه تكون روح رياضيه، وماذا بينا على كل حال ان شاء الله نربحوا 2-0. الجاليه المغربيه ولا الجزائريه احنا بيناتنا كنقيلوا نضحكوا على بعضياتنا تقريبا كل ساعة نعيطوا بعضياتنا، حتى اللي بعد نعيطوا في التليفون لا من الجزائر ولا من وارا نضحكوا بعضياتنا. عندي أصدقاء تقريبا كاع في أغلبية ديال المناطق ديال الجزائر. ليكيب تاعنا إن شاء الله تربح، ونتمنى إن شاء الله يلعبوا بكل مودة ومحبة إن شاء الله، ويكون الصداقة يزيدوا نتقربوا أكثر وأكثر. ليسونسيال كما نقولوا حنايا كي المغرب كي الجزائر سي كيف كيف.
طبعا صور جميلة يصنعها الجمهور الجزائري دائما بالملاعب مختلف الملاعب طبعا عبر المعمورة وفي الجزائر، وحتى اللاعب الجزائري الفنان الذي يؤدي إلى هذا الجمهور الجزائري الذي دائما ما يكون رائعا، وكذلك الأروع من ذلك. محمد ستول شكرا لك على تركيب هذه الصور الجميلة. طبعا كذلك لا ننسى الصحافة الوطنية كذلك تتابع وبشدة هذا اللقاء المرتقب الكبير بين الفريقين. كيف تتعامل مع هذا الحدث؟ كيف تنقل الخبر؟ الزميل يوسف الزيت نقل بين قاعات تحرير مختلف المؤسسات الإعلامية سواء كانت مسموعة أو مكتوبة، وأعد لنا هذا التقرير. مباراة المغرب الجزائر، وقبل أن تلعب سالت الكثير من الحبر عند الأسرة الإعلامية التي كعادتها ترافق المنتخب في كل خطوة يخطوها نظرا لأهمية المباراة عند الجماهير الرياضية. الصحافة المكتوبة تحاول نقل كل